مشاهدينا، فقرة الوجه الآخر هي الفقرة التي تهتم بإبراز الوجه الآخر لنجوم الإعلام في العالم العربي بعيدا عن الشاشات وبعيدا عن غرف الأخبار. من هو نجم هذه الحلقة؟ نتعرف عليه سويا. من هي روية العلمي؟ روية العلمي بنت فلسطينية من القدس مقدسية، إلي بدبي تقريباً 15 سنة مع MBC جروب ومع العربية، قناة العربية طبعاً. بحب القراءة كتير، بحب الفن، وهون بقصد الفن التشكيلي، ولكن بحب الموسيقى أيضاً بشكل كبير. وعندي متزوجة وعندي ولدين، صبي وبنت، وهي هي روية العلمي. من فلسطين إلى الأردن إلى بريطانيا وأخيراً دبي، ماذا أضاف هذا التنقل والاغتراب لراوية؟ أضاف لي يعني خبرة متعددة الجوانب، قدرة على التعامل مع ناس من مختلف أطياف الحياة، ثقة بالنفس، يعني بقدر أقول كمان فكرة أنه أنا من القدس تحديداً، بجوز يعني هاي إضافة كبيرة كانت بالنسبة إلي معنوية لتجربتي بالحياة. مدينة مقدسة، مدينة عريقة تاريخياً، مدينة إلها باع طويل بالحروب بالمعاناة، وحياتي فيها تحديداً أضافت لي كتير لشخصيتي ولمسيرتي ولخبرتي. لم تدرس الإعلام، لماذا؟ ما بعرف، درست القانون، والقانون طبعا أعطاني كتير، حتى لو أنه أنا ما بشتغل بالقانون هلأ، القانون أعطاني القدرة على أني أفكر بطريقة نقدية، القدرة على التحليل، القدرة على ترتيب أفكاري بطريقة منهجية وطريقة منطقية. أعتقد أنه فادني كتير بالإعلام حتى وإن لم يعني أعمل في القانون. متى قررت راوية أن تحترف الإعلام كمهنة؟ من بعد ما تخرجت من دراسة القانون. طبعا أنا على فكرة درسي يعني معي بكالوريوس قانون، أو يعني باتشلرز بالقانون، وماسترز كمان بالقانون الدولي والتجاري. بعدها قررت أنه أنا لا، أنا بحب أني أشتغل هواي إعلامي، فرجعت على القدس عفوا، وبدأت حتى بالتدريب مع إحدى الصحف المحلية، كانت اسمها صحيفة الأيام، ومن هناك تدرجت، عملت مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC لمدة 4 سنين تقريبا، وبعدين انتقلت ل MBC جروب، عملت مع MBC راديو MBC في البداية، ومنها لتلفزيون العربية. أين تجدين نفسك؟ في الأخبار أم البرامج؟ برامج بقدر أقول أكثر. أنا يعني تقريباً 7 سنين قدمت برنامج صباح العربية، برنامج منوع، برنامج علمني كتير، تعلمت منه كتير، ويعني إن شاء الله أني أكون أضفت له، أعتقد أني أضفت له أيضاً يعني في بداياته للبرنامج، استمتعت فيه كتير بصراحة. في كلمات، ماذا يعني بالنسبة لك؟ الأسرة، الأمان والحب، الطفولة، ذكريات جميلة جدا، والأصل، الغربة، مؤلمة ولكن معلمة، المسخن وجع بطن بس بحبه كتير. آخر كتاب قمت بقراءته؟ سؤال صعب، لأني أنا بقرأ 3 أو 4 أو حتى 5 كتب في نفس الوقت، إنجليزي وعربي، بس بقدر أقول لك آخر كتاب عربي قرأته كان التائهون لأمين معلوف. إنجليزي عم بقرأ أكثر من كتاب حالياً، قراءة بالنسبة إلي هي نافذتي على العالم. شخص أنت مدينة له باعتذار؟ يمكن والدي، يعني الواحد بيعذبهم شوي يعني بيقسى عليهم وهو عم بيكبر، وهن بيضلوا يحبوه وبيضلوا يتحملوا. لوالدي. رحلة لا تنسى؟ بقدر أقول موريشيوس، هي كانت شهر العسل، بس مش بس لأنه هي كانت شهر العسل يعني بعد الزواج، ولكن هي بلد جميل جدا، غني بالثقافة وبالطبيعة، كتير كتير كان
ومختلف جدا عن يعني المناطق اللي عادة احنا بنزورها هون بالشرق الاوسط. خلينا نقول رسالة لكل محبي راوية العالمي. بشكركم كثير وممتنة للاهتمام ولا يعني التشجيع الدائم، وبتمنى انه تضلوا تتابعوني وتضلوا تشجعوني، وان شاء الله بركي برنامج قريب لإلي، خلينا نأمل.